فيها هيمرج ولا اسكيميا يعني احنا نعرفوها بس بالسيفيريتي بتاعها وبالكلينيكال بيكتشر، ولكن انا ممكن هيمرج ولا اسكيميا وين ما اجي. فكان يعني انا بنعرف السايد وجاي اكيد سيركيليشن والله في البروسيس. الستروك تقسم الى نوعين، ستروك الانتيريور سيركيليشن كده بقى اهم حاجه، هذا من اهم نقاط الستروك، والستروك في البوستيريور سيركيليشن. والانتيريور سيركيليشن يقولوا عليها كاروتيد سيستم، والبوستيريور سيركيليشن يقولوا عليها فيرتيبرو بازيلار سيستم. فممكن الستروك يكون في الكاروتيد سيستم وممكن الستروك يكون في فيرتيبرو بازيلار سيستم. سو مور كومن موست كومن ان يكون في الانتيريور سيركيليشن ان نعمل انجكشن من السيريبرال ارتري الانتيريور سيريبرال ارتري. So it is not common in the stroke to have posterior circulation. والحاجة الثانية نقول إن anterior circulation better prognosis. لأن نحن نعرف إن the brain stem supplied by posterior circulation. فأنا لو كان نتكلم على posterior circulation stroke نتكلم على brain stem supply. أنتوا عارفين أي cut the brain stem supply هيؤدي إلى high mortality. بس the anterior circulation usually supplying the cortex والبيزل ganglia usually. Will not supply the brain stem. So cerebellum and brain stem are not in the posterior circulation. Cortex and basal ganglia are not in the anterior circulation. So when we say here, it will be seen as cortical signs, it will be seen as basal ganglia or internal capsule signs. They usually mainly will be supplied by anterior circulation. البوستيريور سيركيليشن عادة تعطيني برين ستيم ساينز، تعطيني سيريبيلا ساينز، معنى أي واحد عند ستروك وعند سيريبيلا ساينز معنى هذه بوستيريور سيركيليشن ستروك. أنا إياها نحكو على بعض النقاط المهمة. فنحن هنا نقدر نقسم الأنتيريور سيركيليشن سندروم إلى الأتي: anterior cerebral artery syndrome and middle cerebral artery syndrome. لو صار الاوكلوجن في الانتيريور سيريبرال ارتي انا سموه نحن انتيريور سيريبرال ارتي سيندروم. من الاكثر middle cerebral artery more common. middle cerebral artery more common than anterior cerebral artery. فالانتيريور سيريبرال ارتي ستروك تعني الالي لا وهي عندنا معلومات قديمه بس انا لازم نحكي عن كورتيكال ساين اكيد انا ولا لا أنا بس البعض في البيولوجي. سنة هنا شدد الأشياء لأنها مناسبة. Anterior cerebral artery تعطيني هيميلاريسيس. وحنقول لكم هذا سبلاينج للفرونت لوب وسبلاينج للفوت إير. تمسكوا الكلمتين هذي. Anterior cerebral artery سبلاينج للفرونت لوب وسبلاينج للفوت إير. يعني هو حيعطيني حاجات خاصة بالفرونت لوب وحاجات بالفوت إير. So the hemidaris طبعا حيكون معناها في اللور لينك مور ذان الركب صح؟ ويكنس لان هو ياخذ في الفوت اريا. So لان ياخذ الفوت اريا فالانتيريور سيربرال ارتي يعطيني ويكنس ان لور هيميباريسيس وتلقى الويكنس لوطا اكثر من فوق، تلقى اللور فوق 3 على 5 مثلا واللوطا 1 على 5. انا ويكنس از مور ان لور لينك معناها هذه احنا الاكسكيوز مهمه فيري سبيسيفيك هذه خاصه بالانتيريور سيربرال ارتي. الحاجه الثانيه حيعطيني فرونتال لوب ساين. وانا لا قلت انك مش مخشوش في العاده الكنات يعني حيعطيني behavioral changes ويعطيني recurrence of primitive reflexes ويعطيني appropriate maturation ويعطيني الكلام اللي حكيناه كله. بس هي نقطه هذه من اهم النقاط. There is no broca's dysphasia. مش احنا قلنا broca's dysphasia مع الانتيريور مع الفرونتال، لكن البروكاس اريا supplied by frontal branch of middle cerebral. لكن فلذلك الديسبيزيا از نوت بارت اوف انتيريور سيريبرال ارتري سندروم مع ان هو يعطي في الفرونتال لوب اكسبت البروكاس اير. من هو ما يعطيش البروكاس اير، من انا لازم نقول حاجه نقول البيشنت هذا يوجوالي هاز نو ديسبيزيا. الباقي كله هو الكلام اللي قلنا عليه فرونتال لوب ساينز وكذا، لان البروكاس اريا سبلايد باي فرونتال برانش اوف ميدل سيريبرال. فلذلك نحن الميدل سيريبرال هنا اكيد حنقوله رقم واحد الهيميباريسيس، وفي الابر لمب
more than lower limb. ليش؟ لأن الميدس ليفر آرت يعطي برايكل ويعطي هاند. إيه؟ الميدس سيريبرال يعطي في البرايكل ويعطي في الهاند، والأنتيريو سيريبرال يعطي في الفرونتال والفوت. لذلك حيعطيني ويكنس الأبر ليمب مور ذان لور ليمب. يعني الميدس ليفر آرت والأنتيريو سيريبرال آرت واحدة من الحاجات الكومن في الاكسكيوت سي بي اي يميزها بين أمر لور ويكنس. الحاجة الأخرى اللي ويل بي ديسفيزيا، والديسفيزيا هنا هتكون فرانكوتمبرال ديسفيزيا اللي ويرنكي وبروكس، لأن هي تعطي في جميع الأليز المهمات بتاعت الديسفيزيا. يعني الويرنكي هو جهة البرايكل والفوز الخارج بتاعها ماشي من البروكس تاني، هو يعطي لأنه هو حكى لك بروكس ديسفيزيا إز أ ساين أوف. لو واحد يفكر بها هيك يقول أنتيريو صح؟ لا، هي ساين تعمل سيريبرال عارف. وهذه واحدة من الأشياء المهمة طبعا. وهذه هي طبعا في مبنى في برايكل بلو ساين. يعني برايت بلو ساين شو هن؟ تخيل قالك الميدس ليفر ارت ستروك they lead to lower quadrantal loop. yes، لأن احنا عارفين ان برايت بلو بارت وهكذا برايت بلو ساين اللي احنا تعلمناه. سو هذينا anterior circulation. النقطة الأخرى posterior circulation. posterior circulation هنا خلونا نقوله على important syndromes مهمة جدا هنا في posterior circulation. لو حد يتكلم على البرين ستيم سيركوليشن، برين ستيم سيركوليشن، لو حد صار له برين ستيم ستروك ممكن يصير له من البرين، ممكن في البون، وممكن في الميدل. اهم شيء هنا المسلم والمسلم بورتن ان لو صار في من البرين هتعطيني كروست يعني باريس بوت ولا ويوصلت في البونس هتعطيني كروست في باريس، في الميدلة هتعطيني كروست في باريس. معناه البرين ستيم ستروك هتعطيني كروست في باريس. يعني أنا اختلفنا في الباثولوجي فاسكولار. لو كان في ثلاثة وأربعة في السيم سايد كونترادات في باريس هذا نسمى فيه نحن ويبر سندروم. لو قال لك ويبر سندروم معناه هذا في السلايد هيكون في الميدل برين ستروك. ولو حد قال لك خمسة وستة زي كونترادات من باريس اللي هي كود كروس من باريس أنا نحن نتكلم على ميلا جوبلا سندروم. ولو حد قال تسعة أو عشرة من كونترادات من باريس نسموا فيه نحن هابيس سندروم. سو معناها هذا كله ينتمي من للبوستيريور سيركوليشن ستروك على حسب نحن ناخذ فيه يعني ويال يعني مشكلة في التاين آرتيز ولا في الميدل برين آرتيز ولا في الميدلري برانش. ما زلنا نتكلم على البرين ستيم. برين ستيم ستروك في البونز عادة لو كانت في المراجعة هتعطيني بين بوينت بيوبل صح ولا لا؟ يعني أنا لو جاني حد بين بوينت بيوبل أند كوما هتعطيني برين ستيم يوجوالي كوما ولا لا؟ يوجوالي هاي مختلفة. لو جيناها في البرين ستيم هتكون في لو حد عنده كوما في بوينت فيو ولا مونتاين هم مش مش بس مونتاين. يوجوالي لو حد عنده في بوينت فيو بس وكوما معناها بس هيموراجيك ومص لايكلي موجوده وين؟ في البون. والبون عادة يعطيني حاجة اسمها ابنيوستيك بريثينج. يعني حيعطيني الريجولار بريثينج نفس 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 بيه ابنية طويلة يوقف هذوما ديروا بالتريتر لان كان نوت بريد هذوما حنرفقوهم على الميكانيكا بالتريتر لان هذوما عندهم الريجولاريتي في البريدنج سنتر لان البريدنج سنتر متوزع على طول البرين ستيم. ولكن مشهوره ان واحد من اهم انواع البريدنج في الكونز عاده ما يعطيك ما يعرف في حد يوصل البريدنج. ثم نحن نتكلم هنا على سبيشال ستروك سندروم ممكن يصير عندهم كذا مره ما نسميش ويبر وميلر وكذا الا في أطلع مش هنسمي لازم يكون في بعض تمام. بصير السيركوليشن ستروك ممكن تعطيني هذا مشهور جدا ودير عليه MCQ تعطيني لاترال ميدلري سندروم اللي هو اسمه بايكا سندروم او اسمه وولنبرغ سندروم. عند
متكامل سموه ثلاثة أجزاء. يسموا فيه لازم الميلاري، ويسموا فيه بايكا، ويسموا فيه هو الإمباب. واسم فيه هو لازم الميلاري معناه ستروك اسكيميا للازم الميلاري. والأعصي اللي يعني اللازم الميلاري اسمه بايكا وستيريو إنفيريو سيريبيلار. والبري بيك تمسكيه مشهورة جدا في حالة السي بي اي. أول حاجة لازم الميلاري سيندروم لازم نفهمه من البداية إن there is no hemiparesis، لأن اللاتر ميدالر سندروم لاتر والبراند تراك شوية مور ميديا مش هيجي شهرة، فذير ويل بي نو مش هتلقى هيميريسيس في اللاتر ميدالر سندروم، هتلقى سيريبيلار ساينس. والله علاش احنا نقول أي واحد عنده سيجريت جاك أتاكسيا هذه بايكا، أي واحد عنده دايابيتس وهايبرتنشن مش عارف شنو ريسك فاكتور احنا نقول وجاك شنو سيريبيلار أتاكسيا هذا بايكا سندروم هو انتخاب، لأنه يجولي اللي يعطيني سيريبيلار أتاكسيا هو البايكا. هذا الوحيد أورجانيزد يعني ممكن يسأل إنه يقول لك شخص عنده سي بي اي وصار له سيريبيلار ساين بس ذير نو هيميريس، هذا البايكا اللي هو لازم من ثلاث سنين. ولكن خاطي الكلام هذا لازم الميدلر يمر عليه حاجات واسعة، واحدة منهم هو إنه يصير فرتايبو، لأن الفيستيبيولار سيستم يمر مقاس وحيصير إبزيلاترا لذلك من يصير صعب فيشير سنسري لص، وهذا سببها كرتك بين الناس لأنك رجيم من التعقيد السين صعب أو فيس ما تبديرش كرسك، فالناس هذوما يصير عندهم سيريبيلار ساين وما عندهمش في باريسك ويصيرنا غرتايكو لأن الاستفيلر بيوكياي غادي صبلاي حتى هنا، وممكن يصير عندهم absence of facial sensation the same side، يعني هنا cerebellar signs وهنا facial sensation the same side يمين ولا يسار لاترال ميدالا، and contralateral في البطن، يعني هذيك هنا في الفيس وهنا في البطن، أنا ممكن يعطيني الأغلب contralateral sensory loss of body، وهذين عادة sensory manifestation cerebellar signs sensory manifestation. وممكن يعطيني هاي كاب، احنا ديما نقول الرجول الراوند في الصبح ونقول فيشنت عنده سي بي اي انا هذا بايك، هذا يكفيني ممكن هذا كان ريسك فور ستروك يقول هذه معناها هذا بايك سندروم. وممكن فيشنت سي لهورنا سندروم كنتوا عارفين لنا سيمباثيك شيء تمر من هنا، لذلك هذينا فيتشرز بتاعت شنو بايكا سندروم وهذا مهم جدا. طبعا يشخص يوجوالي بالMRI بايكا عنده شوية خصوصية سي تي سكان، بس هو يوجوالي بالMRI يكون مور ديتيل تمام. سو معناها البروسيدور سيركوليشن ممكن في برين ستيم ممكن في البايكا، ولكن البوستيريو سيربرال اعطي بارت من البوستيريو سيركوليشن، لان البوستيريو سيركوليشن شنو هي؟ بزيلا الأرض يعطيه 2 posterior cerebral ولا لا؟ That's why the posterior cerebral artery is part of posterior middle and anterior part of posterior circulation. The posterior cerebral artery معروف عليه أنه يعطي occipital lobe، يعطي occipital lobe هذا حيعطيني visual features، يعني هذا اللي بيعطيني contralateral ومونا مفهوم منوبيا ومناتبولار سبيل مضبوط ولا لا، وهذا اللي بيعطيني بايلاتر لو صارت بايلاتر وعن لايك يصير بايلاتر، لأنه لو سكرنا بوصير سيبرارتي بايلاتر فأنا أنت خلاص بيش أرم شيء حي، وهذا عادة بوصير سيبرارتي يعني إيش من باريس نو، يعني لأن أنا أتفق أن هذا بوصير تنوم إيش يعطيني من باريس حتى بوصير سيبرارتي ما يتعاملش مع البيرونج الفاتر الفايبرز مو أتير. سو نحن بوستيريور سيربرال ارتري ستروك ممكن تعطيني فيجوال فيتشرز وتعطيني نو هيميريس، وممكن البوستيريور سيربرال ارتري يعني تمبرال لوب، ونحن تكلمنا عن فرايد وتكلمنا على الفرونت ما زال عندنا، ما زال عندنا التمبرال الخمس تو بيب انتيريور وان بيب بوستيريور، وان بيب بوستيريور ياخذ فيه هو بوستيريور سيربرال ارتري هو ياخذ معاه في التمبرال لوب، that's why احنا هنا ممكن نلقى temporal loop sign. so معناها temporal loop sign شنو؟ upper quadrant lobe ولا لا؟ مش احنا قلنا في البرايت يعني لوور
an upper quadrant quadrant. Maybe it could be part of posterior cerebral artery stroke. Now, actually, how could you investigate and how could you manage a case of stroke? وهنا في نقاط مهمة في الانفستيجيشن ونقاط مهمة في المانجمنت. أول ما في التعامل مع حالة ستروك بيأتي بالضبط مانجمنت أول ما تستقبل فيرجينيا مانجمنت. أول ما تستقبل دير جنرال مانجمنت. شنو هي الجنرال مانجمنت اللي حديرها؟ والله حدي سبورت كير. رقم واحد حتعطيه انترا فينوس فلويد ولكن في حاجة هنا في جنب شيء avoid dextrose. هذا كله نسيتي واحد. ما تعطيش dextrose. dextrose contraindicated في المرضى اللي عندهم stroke. رقم اثنين والله نجيب عادي عشان يتطلع عشان يتطلع لأن فينا الديكستروز يزيد في الدامج ديكستروز سلاين والإكزازرفيت النيورولوجيك الدامج اللونج دام نحن نجيب حالة كون دماسك شو همك هو؟ أنا ده بيني مسكتة I minimize الموربيديتي فلقينا أن الدامج اللي قاعد يصير في الانسايد برين إكزازرفيتد باي جلوكوز حتى الهايبرغلايسيميا زود اللعبة تشريب ما يحب الجو فالديكستروز والإكزازرفيت النيورولوجيك الدامج لو عطيت انت ديكستروز يو نو ديابيتس كيف هو ممكن يدير مشاكل تحول الى سوربيتول لجلوكوز تحول الى سوربيتول سوربيتول في سبيشال باثوي ويعطيني انجري نفس الكلام انا فبدالك ديكستروز شو بي افويد ما نعطوش الا اذا كان في هايبو جلايسيميا لو رقم اثنين نحن وي ويل هاف تريتمنت اوف هايبر جلايسيميا وهدفنا بجلوكوز أقل من 200 ملي جرام بي سي مما قلت لكم أهم حاجات هذه رقم ثلاثة ديكريز بلاد بريشر وهذه حق لك كيف بدي أخرى بلاد بريشر لو كان تتعامل مع الاسكيميك دونت جيت انترافينوس تريتمنت تتعامل مع الاسكيميك ستوب اكسبت إلا إذا except in blood pressure more than 220 على 120 وهذا يهرب مليئة ولا لا خطيئة أن أنت مش هنعطوه من تروبينس جعينا بسكين ومش هنقوله ليش 220 over 120 عطيه تروبينس خطيئة ما تعطيش وانت بتساعد انت هذا كده انت جروب مش ما تحضروش اللي جاء السهل جوه ولو كانت التعامل مع هيمرش give patient intravenous nitroprusside, sodium nitroprusside. Our drug of choice in management of hypertension mass stroke. ولكن the target blood pressure target 140 على 90. يعني احنا بنزلوه بس ما نقولش نزلوه back to normal. نزلوه لعند 140 على 90. And how could you manage blood pressure during the stroke? Ischemic, I'll eat tablets. I'll eat the inhale, push in the inhale. إلا إذا كانوا أكثر من 120 على 120. بينما إذا كان هيموراجيك يرمي الترابينة. أنا مش أحبر في لكن لو نزلت واجب حتى هي مش كويسة. فنحن هناخد رقم معين. وصول الوقت فوقات. هو 140 على 90. هنكي حضا عليش نحن blood pressure نجلو بيه. عندي دوسي ديسكات. بلد بريشر نستقبل الا اذا كان الرقم اكثر من 220 على 120 خلاص هنعالجه اصلا سواء هيك سواء هيك لكن خاطئا احنا نستقبلوه دول السي تي قبل كان هيمورج انا عندي طريقه انا بنزل بها بلد بريشر لان في ثيوريز يقول لك انك في الاسكيميا ما تنزلش نزل حتكبر الاسكيميا بالهيمورج ما تسيبش الهيمورج يزيد يكبر الهيمورج وفي نفس الوقت ما تنزلش احنا ناخذ نص الطريق بالهيمورج تمام ناو نمبر 4 You manage electrolytes. وأنا عادة السبيعي يسلم هايبونتريميا لأن يسلم سندروم في أبروبي في الهيدي سكريشن ممكن يسلم سيات manage electrolytes
And number five, decrease intracranial pressure. وهنا انت لازم تدير اشياء ينزلك الهاي intracranial pressure في حالة وجود intracranial pressure feature. خلي واحد يحدد البريديمة يتحدد وجود تايبوم سي تي سكان فيها بريديمة فهذا فيها midline shift كما نقول نحن معنى هذا كله يقول لي في tension inside the brain مش ناقص intracranial pressure نحن أول حاجة الفيشنت يقعد central position centralize the head هذا كله نمسك يوم الماء centralize the head and decrease the BCO2 تحت البريديم مليمتر مركوري لأن الـ BCO2 الـ ABG نحن نعرف هنا الـ BCO2 يدير vasodilation وممكن يجيب يكسر يزيد الإديمة فنحن نقصه تحت 30 نقوم يجي شوية هاي مكبر وكان حطيناها على الفنتيليتر ونعدوه نحن بالرسبيراتي ريت ننزلوا لها الـ CO2 بتاعها رقم ثلاثة نعطوهم مانيتول دراج اوف تشويس مانيتول انترافينوس هيك نحن نمسو في الانتراكين في في انستيزيا معروفة ان ترفع الانتراكين برش صح ولا لا هو من هو الكيتامين سبور ما تقربش الكيتامين بالسوكس الكيتامين از كونتر انديكيت لان نحن مرات بنردوه بالمرضى بالجمتريتي وكذا نحن خاصة هيمورج كوما قاعد كذا او ممكن شوية فايتنج اجينست اجريسيف فنحن بنخلوه في كوما مش نحن نقدر ناخذ كنترول ما تعطيش كيتامين لواحد عنده برين هيمورج تعطي كيتامين معناته قاعد ترفع في الانتراكين برش صحيح هذا ليش يقولوا كيتامين از كونتر انديكيتد في الهيد تروما في الهيمورج ستروك لانه يرفع الانتراكين برش الثاني دكتور صوديوم لو كانت تبي تعطي حاجه تساعدنا نحن في الانتراكين برش لو نعطوه سيديشن يعني نعطوه فايف تون صوديوم هذا في حاله انه هو يدير يعني وفيشن كنتم بيقول سيديشن ناو تعال توا نتكلم على جنرال انا ما زلت ما درتش حاجه بعدين على طول ندير له سي تي سكان هذا هيك نستقبله ندير جنرال ونشيلوا له سي تي وذاوت سي تي ما نديروا شيء لو بعد ما نشيلوا له سي تي سكان تبان علي الرؤيه هل هي هيموراجيك والله اسكيميك ومنها انا هناخذ القرار في البلد بريشر كما احنا عارفين هناخذ القرار في اشياء واجد يعني ولكن انا هيموراجيك ستوك I will call هيك على طول النيورو سيرجري لان الهيموراجيك ستروك نحن في الميديسن ما عندنا نديروا لها الا نحن لو كانت اوبرابل ولا نان اوبرابل وهذه حيقولها نيورو سيرجري ما عادش عندنا حاجه نديروها بدلك الله بالاسئله في الام سي كيو حيكون هذا لان هذا يعتبر سيرجيكال خلاص راح في ايدينا نحن فالاسكيم ستروك لو جيتها اسكيمينج عندنا حاجتين هل ممكن نعطي ثرومبوليتيس؟ ثرومبوليتيس in case of stroke هيكون لازم البيشنت لأقل من 4.5 ساعة يعني present to you time بتاعه أقل من 4 ساعات ونص مش 12 ساعة كده تمايا لازم تكون is done 4.5 hours زمان كانت ثلاثة لو طولوها خلوها 4.5 هل مسكيوها هتنزل على 4.5 وهل في كونترا انديكيشن ولا لا؟ احنا بنشوفوا تو شنو كونترا انديكيشن وانت بتعرف يعني اذا كانت هيموراجيك اي في مالفورميشن برين تيومر ليدنج تندنسي ياخذ برين عنده بنتك السر تيز وغيرها الكلام هذا هل عندك كونترا انديكيشن ثرومبوليتي؟ اف ذير از كونترا انديكيشن واللي هي عاده يوجوال تكون موجوده فنحن هنلاقي كونترا انديكيشن نو ثرومبوليسيس ولو كانت indicated we will give RTBA اللي هو من اللي هو tissue plasminogen activator so we will look for contraindication if there is no contraindication we will give RTBA thrombolytics في الستروك عند الهاي مورتاليتي لو كان انت ما اعطيتهمش للسلكتد بيبل if you cannot give in selected people ترى انت بتزيد المورتاليتي هذا ليش نحن دائما نقولوا ينعطى في ستوك يونت احنا ما نعطوش فين لان نحن جنرال براكتس مش هنعطوه لان البيشنت اللي هم سلكتد فور ستروك ثرومبوليسيس هذوما يعني مدينا عنايه كبيره مش كيف الحمار هم
ما يغمر ضيقك واعطيك خلاص مش مشكله اي واحد عنده ما يعطيك خمر بس انا لا طب ليش احنا بدنا نروح في مواجهه في دنجن هنا حيكون شنو انتي بليتس والانتي بليتس الستروك حيكون اسبرين انت ينعطى الاسبرين والله ينعطى الاسبرين 75 ملي جرام ينعطى وانس يو اكسكلودد هذا الشيء فهمتوها كيف يعني نشيله مرات يجد الاسبرين بيجوب يعني وهو على التيبل ما هو كيف منتخطه ايرلي خلي ما يكون افضل فنحن هو على التيبل بتاع سي تي سكان هو يقرا فيها يقول اسكيميك نحن نعطوه للمريض وهو ما زال على التيبل فنحن نتكلم على ايرلي يوز وذن ذا فيرست 48 اورز نحن نقول ماكسيموم لكن نحن نقول الاحسن انه هو يكون فيري السؤال هنا في حاجه لو كان المريض already on aspirin and died by the morning ولو كان ال patient intolerant to aspirin يعني ما يقدرش يعمل contraindication غير clopidogrel So, Dibaldamol addition. Clopidogrel substitution. إحنا ينبدلوه بالبلاديكس ينضيفوله Dibaldamol. ياخذ في أسفل وماشي أموره وصارت الستروك مع أنه واحد فيه أنا هذا من يوم وغادي يضطي حاجة أخرى. هذا secondary prevention هو. Dibaldamol. ياخذ أو ما يخذش أسفل أنه عنده مشاكل بالأسفل معناه أنه هنبدلوه بالبلاديكس يعني. So, هذا بالنسبة للإسكيميك ستروك. أكيد بعدين الناس هم مش هنديروا لهم هم هنديروا لهم كارت الجبلة ودوم إيكو في المدينة وليش صار كده ماما ونحن نديروا في سكندري بريفنشن للستروك بعد يكون عندنا هنا شو نديروا لهم ريهابيليتيشن آخر حاجة شو نديروا لهم ريهابيليتيشن وهنا نحكوا على فيسيو ثيرابي وعادة نقول نحن الماكسيمم امبروفمنت تصير فور ست ويكس هذينا طبعا الون اهم حاجه في الباك شنو يخليني يقول باد بروجنوز ستروك انه لو كان في البرين ستيم او كان معاه كوما او كان في مرش هيمورج باد بروجنوز برين ستيم باد بروجنوز كوما من اول ما جاء باد بروجنوز هذينا كل الاشياء المشاعر اللي يقول لي ان الشخص طلع على الاغلب مش حيطلع او ممكن يصير له كومبليكيشن لكن ما حد يقدر يبدد 100% شنو او كم تاثير عليه. فنحن عندنا سكيلز وكذا انتم مش مطالبين بهم يعني. طبعا بالنسبه لي ستروك. في نقطه اخيره ستروك ان يانج. كلمه ستروك ان يانج ثينك اوف تو بوينتس. مايكل سينوسس ان يانج فيميل اي يانج فيميل برزنتد تو يو وذ ستروك وهي صغيره. هم 40s وليش 40 قلت انا على الاس ان اي تو فاسكولايتس وقلت على الام اس مايكل سينوس هاف تو تشيك فور ايكو رقم ثلاثه الفور كونتنسر ثلاثه فيري امبورتنت كوزز اوف ستروك ان يانج بيبل ايميل اون يانج فور كونتراسبتيف او مايكل سينوس عندها او الايميل هذه عند الاس ان اي والفاسكولايتس نتكلم على صبرك نو يكملش وهذا فيري كومن كيس ان يور اكزامبل صبر نوي همرش واحد من اهم التوبكس اللي بيقولوا عليه لو كيس يعني سوري يعني اللي هو بيبر واحد هنقوله هو بيجي من سب اركنويد سبيس تمام الموراجيك ستروك بليدنج في السبستانس اوف برين سريبرم انسايد السبستانس جوه لكن هنا تكلموا على صبرة نو سبيس صبرة نو سبيس هو وين؟ والله ما معروف عليه في الهندسة برين بيرت يبرم فيه سي اس اف ولا لا؟ سي اس اف فين يبرم من اللاتر فنتيكلز الى الثير فنتيكل الى الفور فنتيكل الى سباينال كور صبرة نو سبيس مضبوط ولا لا؟ ريسيركوليشن معناها هذه عادة يمر في صبرة نو سبيس والبرين فنتيكلز واحد منهم وانتو تعرفوا ان الفنتيكلز فيه فورامينا مظبوط
ومن الفرامي ما يقدر يوصل للثالث والفور وكذا ويقدر يوصل لسباينال كورد. هذه خصوصية طبعا. هذه خصوصية اللي فرقاتها من انترس ريفرال هيمورج ويقدر يفهم هو هذا مش حيعطيني ماس اتجاهي هايبر دنس كيف الانترا لا هذا قاعد فيكسد مع سي اس اف اتجاهي. حتى السي تي فيتشرز بتاعها مش حتكون السي تي فيتشر بتاع انترس ريفرال ما يبانش عليه هو يبان عليه شوية هزنس للصبر اكلينكس فيكس. احنا نقدر ندور فيه في المقاطع بتاع سي تي سكان عندنا حاجة اسمها سيلفي انفيشر لانه سيلفي انفيشر شيء تلقوها مليانة بلد هذا مكان للصبر اكلينكس. عندنا حاجة اسمها بازيل ارسستير اللوطة نلقوا فيها البلد هذين مكانات ديبندنت يعني البلد يجي انه يقعد فين صبر اكلينكس فيكس. عموما دليل هو الصبر اكلينكس فيكس مع انه هو موجود في الفورامينا مظبوط ما تقول في دي اوبستراكشن للبرامي علينا الوقت اللي عارفين الدم ماشي يدير كلوك يسكر البرامي ذات واي هم مي ليد تو هاي دي كيف مظبوط ولا لا؟ هاي دي كيف لو كان الصبر في سبيس سبير لدرجه لو كانوا غير سبير البرين عاده يرد على الهيمورج اي مكان يرد على الهيمورج بالغازو كونستركشن فالبرين تيشو ممكن مش مينيمايزنج ان البليدنج اللي يخش منهم جوا في الصبر اكلينكس سبيس they will lead to vasoconstriction constriction very strong vasoconstriction constriction. ومع بعض يوصلنا الفازوس فازو هذا عادة حوالين الصبر اكلينكس الى برين سكين وهنا مرات نخشوا في الكوميونيكيشن من انه هو صبر اكلينكس الى اسكيميك واحد من الكومبيتيشن بتاع ان هو ردة الفعل تكون قوية ومن هنا جاء فكرة ان نحن ناخد فيه دواء اسمها هيمودينين وهذه مسكيو هيمودينين هو الدراج اوف تشويس عندي الاورا هنا الاورا بتاعك فهذه خصوصية اخرى الصبر اكون في بيس لعطوم هيمودينين مش نرجع كده مرة فازوس فازم اللي هو ممكن يؤدي بيه الى هيمباريسيس وهو مفروض ما يديرش هيمباريسيس لانه هو نون نيكولايزنج هو قاعد يتجوز لكن وانس كده هيمباريسيس معناها في سلسلة السكيمي وردة الفعل كانت قوية that's why النيموديبل دي ما نحن نعرف فيه to relieve the spasm طبعا ممكن يؤدي إلى epilepsy انتو عارفين ان spasm هذا ممكن يؤدي إلى abnormal discharge واحد من أهم الكمبيتيشن بتاعنا أدي إلى epilepsy والفوبيا بتاعنا والنايت مير بتاع أي دكتور بتاعنا مع صفر أثنو الهمرج هو relieving لأنه هو في البداية يوقف يوقف بعدين البيشنت كويس وكونشس بعدين يصير سيدا كوم واحد اخر يخش في كوم معناه هذا صار قريب بليدنج وهذا واحد من اهم الكومبليكيشن اللي احنا نخاف منه وهذا هو اللي يغير عاده البروجنوز يمشي كويس البيشنت بعدين يصير بليدنج واحد اخر يخش هذه الكومبليكيشن في المات وين سكيو صبر اكو هيمرج كومبليكيشن ار فيري امبورتنت في السكيو ركزوا على الكومبليكيشن وصبر اكو هيمرج ونيموديبي ركزوا عليه الصبر اكو هيمرج لو صبر اكو هيمرج شنو تو The most common cause, نحن نقول most common cause Rupture aneurysm, very aneurysm هذه النقطة الأولى ثم يجي Rupture AD malformation والوارفارين والكلام الآخر لكن هذا the most common cause of صبر المهمش هو Rupture of very aneurysm الفيري aneurysm هذه معروف عليها مشهورة جدا إن تكون في anterior communicating artery أو في posterior communicating artery مشهورة أشهر مكان للبري أنيوريزم الأنتيريور سيركل بولز ينون سيركل بولز الصبر أكون يهمرش معروف أنه هو يجيب الأنتيريور communicating والله posterior communicating artery وأنا بدري في الثيرد كرينيال في تقول posterior communicating artery معنى الصبر أكون يهمرش ممكن نلقوا مع الثيرد كرينيال بولز وهذه واحدة من السكيو لو كان البروتيريو كوميكيتنج ارتري ممكن نلقى بعد ديليت ديبيو اللي هو ثيرد كرينيال نيرف لاننا بدري وانا نحكي على كوز الموتور قلت انا بروتيريو كوميكيتنج ارتري انيفرسال اذر امبورتنت طبعا فيتشر هي الكلينيكال فيتشر عاده كيف ما قلنا يصير البيشنت بسيفير هيدك وسموا فيه ثاندر بلان ثاندر بلان هيدك الفيشنتي الكتر السيفيرتي بتاع يقول لك هذا الورست هيدك ان ماي لايف يقول لك اول مره يصير لي كلام في تركيا ممكن يوقف هيك في المايل كيسز بس ممكن يكمل ويخش في كوما يعني احنا عاده نمسك البدايه بكويس او ممكن البدايه يخش في شيء
بكم سيفير هيديك نيك ستيفنس ممكن الفيشن توصل لمرحلة الكوما. عادة في واحد يسمع صوت مرة فيش كنا في أمريكا بنعرف شالية صحة هل صح ممكن يسمع صوت الرب شهادة ولا ما كده يس احنا مش ناس مش بنقول اضرب من هيدي احنا نسمع من نفسه تبين احنا نسمع من نفسه اكيد هل ممكن نجم نسمع حتى رابشة اي عادي ممكن الاوصاف هذه هي جلالة الكتب بس الشغل كده مخ عاوتي هاد مش في واحد نو سيفير هيديك ثاندر كلاب هيديك كيف ما قلنا وفي عندنا شنو نيك ستيفنس الناس هم عادة دروبينج ليفل الكونشسنس بتاعها ممكن نلقى معاهم ثلاثة من الهولسي ممكن نلقى معاهم هيمي باريسس لأن مرات يكون في سيفير فازوس بازم وهذا ممكن يكون معاه دوكلاتين ولكن الهيمي باريسس المفروض ما يكونش موجود لو وجد معناها الله عن كومبليكيتد باي اسكيميا لأن هو عادة انسبرت نويد شود نوت ليد تو هيمي باريسس مش هيعطيني لوكالايزنج هو قاعد دم قاعد يبرم يصير ما هو شيء بمكان معين لو عادة الناس هذوما أول ما نستخدموهم نديروا لهم دايجنوسيس باي سي تي سكان سي تي سكان عادة مور ذان 90% بوزيتيف هنلقوا سب اكنويد هيمرج يعني موجود لكن في بعض الناس لكن 10% سيتسكان بي بي نيجاتيف وال 10% سيتسكان نيجاتيف هذوما بالذات لو كان الفيديو بيكتشر واضحه هنمشوا بيهم نديروا نمبر بنشر وهنا ناخذوا سي اس اف ناخذوا منهم سي اس اف ال 10% مش كده سي اس اف ناخذوهم لوكينج فور واحد حاجه اسمها زانتوكروميا ذات كروميا معناها تلقاه لون من يلو هنا جامدز يعني في السيزة وبعد ما تشوفه في اللعب تلقى هاي باليروح فنحن زيادة في البليروبن ويلو كلام أنا في أم بي سي وسط في السيزين سيزة فأنا فيه ملتز لتسوى نحن نقول ذات كروميا هي اللي ندور فيها بصبرة نوم بس هذه تحتاج نمور ذات كوين فاوت ما انت الام بي سي مش هيسبها هي ملتز وكذا تاخد تايم فنحن بعد ما نديروا نمبر فانكشن ما نديروش وقت نستخدمهم ديو نمبر فانكشن مش هنقول كده ما احنا نديروا فيه بعد 12 ساعة لو سي تي سكان نيجاتيف انا هتشوف ان هو صبر اكنويد بعد 12 ساعة هنديروا نمبر فانكشن فالنمبر فانكشن مش هتشوف الزام بيكون في تيكس تايم مش الام بي سي سيد الهوليسيز وانا عادة مور ذان 12 اورز تريتمنت سبورتيف ولكن ريمو نقطة نيمو ديبين هذه الحاجة تنضع نيمو ديبين هذه أهم شيء تابع هنا عطا حورة لنيمو ديبين سو نحن حنديروا لهم كل شيء بس بريشن وجنرال مانجمنت الكلام من أحوالي كلها ولكن عندنا أنا سبيشال مانجمنت نعطوهم نيمو ديبين ممكن نديروا سيرجري في حالة هيدروكيفر وهذا عادة أنا بقول مشان هذا كيف الاسم يصيرش من الأول تعرفين الدم حتى هو يحب واقف بشوة يدير الفلوكت بتاعه هو ثاني يوم ثالث يوم يبدأ البيشن ديتريوريتين ويبدأ عنده فابريديما ينو هاي تركين برشا فإحنا نعود سي تي سكان هنلاحظ أن في دايلاتيشن وفنتريكل وأنا نيور سيرجن حيرقب شنو شان هذا بالنسبة للسفر أنه يهمرش ناو أضر important disease حنحكي عليه اللي هو الدمنشيا بس الدمنشيا أنا أختار منها حاجة واحدة بس معلومة واحدة مش هنكمل عليها وهنجي طبعا كما قلت لكم في الإجزام لو واحد عنده frontal dementia لو واحد عنده frontal dementia ما معنى frontal dementia؟ معناها signs of frontal loop وكلمة dementia loss of higher mental function اللي هو الفرونتال لوب يجي عندها inappropriate maturation personality changes وكذا وكذا لو واحد عنده frontal dementia وعنده gait abraxia نحن نتكلم عن حاجة اسمها abraxia خط يقدر يمشي
مع ان الاكزامينيشن كده نورمال. وعند اليورين انكونتيننت اركز عليها كويس الخيار بتاع نورمال بريشر او تنشن يعني هيكون كيف بدا ركزوا عليه والله واحد مش كثير في جد عادة كيف من احنا يعني يشوفه في الالتزام الواحد يمك ممكن حتى يمك وعند النورمال تنشن هذا كيف بدا هيجيك بشنو فرونتال ديمنشيا ومعاه جيشا براكسيا ومعاه يورين كونتيننت ريت معروف هذه عادة من تكون من الريفرس هذا واحد من السكيو ريفرس بالكوز الدينش والعلاج بتاع عشان التشخيص بتاع بالسي تي سكان من الموديليتد بنتك سو ذير از ذير بنتك بالسي تي سكان اكيد اي هيدو كبر اكيد هنلقوا فيه ذير بنتك انشنت هو المين مانجمنت وهنا نحن لو اعطينا الشنط قبل الشنط بدا فيش جود انس او واحد من كودز اوف ريفرسبل ديمنشيا فالريفرسبل ديمنشيا الزهايمر ديسيز ان فاسكولا ديمنشيا ان لوي بادي ديمنشيا ان فيكس ديزيز كلمة فيكس ديزيز نقول عليها فرونتو تيمبورال ديمنشيا بالترتيب هو the most common cause الزهايمر second most common cause vascular dementia third most common cause lewy body dementia and fourth هو فيكس ديزيز اللي هو اسمه فرونتو تيمبورال اللوي بادي ديمنشيا هذه اسوشيتد وذ باركنسونيزم باركنسونيزم هذه الديمنشيا اللي تصير في الباركنسون ديزيز هي اللوي بادي ديمنشيا دي نقطة الفاسكولار ديمنشيا هذه تصير في الاتيروسكليروسيس يعني ناس يصير عندهم سمول فيسل ديزيز بكود تروما يقعد سبلاي للكورس ينقص ويخش في ديمنشيا والله سكند موست كومن كوز الزهايمر ديزيز هو الموست كومن كوز ديمنشيا ممكن يكون في بوزيتيف فاميلي هيستوري وممكن هاي في داون سيندروم زهايمر ديزيز كود بي فاميليا اند كود بي اسوشيتد وذ داون سيندروم هو الموست كومن كوز عادة الزهايمر ديزيز في الباثولوجي نلقوا حاجة اسمها نيورو فايبريلاري تانجل تاو موتيف نلقوا عندنا حاجة اسمها في البيوبسي اوف برين نيورو فايبريلاري تانجل نلقوا عندنا ما يعرف به تاو موتيف سبيشال ميوتال فورم اوف نورمال روتين وهذا طبعا اكزامبل على البريون ديزيز واكزامبل على الامايلودوسيس زهايمر ديزيز واحد من الاكزامبلز على الاميلودوسيس والاكزامبلز على البريون ديزيز ونلقوا فيه بالباثولوجي ميور هايبرلاري تانجل وتشارتي هنا هذا شيء يصير شيء يصير هذا الله يؤدي الى نقصان في الانتقال الكوريين للبرين اهم مشكله صارت في الديمنشيا في الزهايمر نقصان السلفي وزياده في الدوبامين على حسب البرز كانما الديمنشيا عكس من باركنسون ديزيز ولا لا نقصان الاسيتايكولين هذا يؤدي الى لوس اوف ميموري الله ليش الميموري ديسير بس من اهم نقاط احنا نتكلم عليها في الزهايمر فعادة الكلينيكال بيكتشر بتاعها تبدا بلوس اوف ميموري وهنا لوس اوف شورت تيرم ميموري كما انتم عارفين بينما الريموت ميموري هي اللونج تيرم حتكون نورمال هذا بداية الديسيز هو يبدا هيك ينقص يصير لها لوس اوف ميموري بعد النص اوف ميموري الناس هذوما يبدو يخسروا اول حاجه تصير للزهايمر هو الميموري تشانج بعدين يبدو عندهم ديفكت ان اورينتيشن اند بيهيفير اند كوميونيكيشن
خلاص يبدو عند الناس هذوما بأن هو يعني عندهم cannot recognize the places and persons and everything. يبدو هذا مثل ماشي. Now treatment الزهايمر تصير لاحبين كلين استريز نبتس بس مش كيف انتعين المايسكين هذوما مشهورين يجوا جبرين بس واحد اسمه ريباستيك ميت واحد اسمه جالانتا ميت أو ممكن نقوم هذا الرد اللي هو يشتغل على النملة ريسبتورز أهم شيء لأك واحد اسمه ميمانتين ميمانتين هذا يستخدم في السيفير فورم أو الزهايمر تصير بينما الجلانتا مين والريباستيجمين يستخدم في المايل فورم أو الزهايمر تصير طبعا نحن كيف نقدر نقول أن هذا عنده ديمنشي لا كيف نقدر نقول الشخص اللي قدامي هذا عنده ديمنشي بغض النظر في الزهايمر ولا غيره مش نقول أن الشخص هذا عنده ديمنشي يقولون في حاجة ميني منتال تيست ميني منتال اكزامينيشن الميني منتال اكزامينيشن السكور عاده يعني above 30 لو الناس بدهم يجيبوا باقل من 25 سكور بدها ينزل 20 و10 وكذا وكذا فانا هذه سيفيرتي كاشن ديمنشن بنحن اصلا بغض النظر هي شنو نوعيتها كيف نقول على الشخص طبعا عنده ديمنشن رقم واحد الديمنشن حاجه كرونيك لان الاكيوت ديمنشن تسمى ديليري بس واي ديليري حاجه something acute الديمنشيا something chronic over years. ثانيا ان احنا نديروا مينيمنتال ستيت اكزامينيشن او اللي هو مينيمنتال تيست او اي وضع حيعطيني لو سكور تبدا سكور بتاعك تنزل مع الوقت. العلاج هذا دافور سيفير هذا اللي مالتين هذا كلمة تجي بسكور تحت العشرة السيفيرة انا نحن نبدو له مينيمنتين هذه معناها سيفير ديمنشيا